كويت انتم يا فرات؟ ايه ها؟ انا عم اتكلم كويتي. يلا تتكلم كويتي؟ شنو هذا؟ من وين اهلها؟ من وين هالحزة؟ اجلسي يا فرات. بس خلاص لا قولي اجلسي يلا ما شاء الله. شنو هذا؟ من وين هالحزة؟ خلاص انا اعرف فرات احسن واحد يتكلم على فكرة كويتي. يلا يلا خلينا نشوف كلامي كويتي. انت قول كلمات بالعربي وانا اقولها مني. وين بالعربي وشلون بالعربي الكويتي؟ يلا يلا قولي يلا قولي ها تميرا جسي يو ماي تو جبنا لازوغا. يلا قولي قولي يلا بس تعال يلا. والله تصدق يا ولادي ايه انا هالمره بس بجيب لك بس بوشتياق. اجلسي يا وش كذا جالسه يا رند؟ خليك هناك جالسه لازم تخربون انتم الفكره كلها. يلا ويش من جديد صوت عالي يلا. شنو يا توما يا ابن نزوغه؟ انا عاد مسويت لك هذاك الدياي الزين اللي تاكل صبعك وراها. يا سلام. وش بعد؟ يلا انا عالفكوري. ايه بعدين الحين لما الحين مو انا قلت نفرض انه في ولد وقلت له يعني انا الحين عجوزه وقلت لولدي يعني مسويت لك خوش دياي وتاكل صبعك ورا بقول يعني يلا. لو كذا بقول لها شو انا مخدي اكل صبعي اوكي ها اقول انا مخدي اكل صبعي. اه حلو. لا ابغى سالفه كذا سوالفه. اه بابا يا رند مش كذا يا رند انت تقاطعين شو اسمه. خليك هنا تعال اقعدي على اقعدي هنا اقعدي هنا يلا اقعدي اقعدي يلا ها قولي. والله انا يا ولادي رحت لجارتنا واول ما شفت بنيتها كشتها هالكبر. ايوه ويايا وملابسها مشققه وتقول وتسلم علي وريحتها كنا ريحه اميره. ايه ريحتها كنا ريحه زباله. طيب ريحتها كنا ريحه اميره. وانا اقول لك يا ولادي واقول لها وتجيب لي حلو هاي الحلو يا على ورده انها راسها المخدي. كان اقولها ما ابي شنو انا مخدي اكل هالاكل ورميت على وجهها خلصنا. على وجهها؟ اي على وجهها. على وجهها؟ على وجهها. يلا انت تعرف تتكلم كويتي تتكلم. يلا انا اعرف. يلا ها عرفت اتكلم لبناني بعد. بعد؟ يلا عطيني لبناني. لك شو شو هاي؟ لك ارمي شبريتك لا. انا شنو؟ شنو؟ لك وهل شارب؟ لذبح لك راسه. واضح انك يعني شنو هذا؟ شنو شنو؟ من يعين هالحزه؟ هالحزه؟ انت انت من الكويت يعني هذه من الكويت يعني بيسمعوكم كل الكويتيين ممكن يغيرون جنسيات. والله وماهم علمتني تحت انهم كويتيين. انا اعرف اتكلم هندي ولا ما اعرف. بقول لكم على حاجه احنا نتكلم اليوم عن انتم مثلا كل واحد يتكلم كويتي مثلا ترى على فكره عشان بس ما حد يفهمنا غلط. هم حبايبنا اهل الكويت ونحبكم وتاج على روسنا والله كل القبائل كل وكل اجلسي يا حبيبتي اجلسي والله حلوه وكل الدول العالم يعني موجودين معانا الاسلاميه فالكويتيين لانه احنا فرات ما شاء الله عليها يعني اتوقع ما ادري في عندها قرابه من الكويت ولا في احد يقربك من الكويت صح؟ ايه اي فعشان كذا احنا نستمتع دائما. تسوي يا اخوي ايه؟ وانا عيالي بس يجون من الكويت يتكلمون كويتي تزق بمخي على طول على طول. ما شاء الله حلو ممتاز. انا الحين بتكلم هندي وانا اوصف مكان. يلا اوكي كلي وصف المكان يا ميران اجلسي هنا. الو كيف انت؟ اول شيء روح سيدا بعدين روح يمين بعدين روح يمين بعدين روح يمين بعدين لف سيدا بعدين انت القى سيدا بقاله وبس. يعطيك العافية شكرا لك يا فرات. فرات اليوم اقنعتنا صراحة. اتوقع فرات الاسبوع الجاي بتكون معانا اذا تسوين كذا كل مرة. والله اسوي. واذا ما سويتي كذا كل مرة يعني انت تطلعي اليوم مسفهلة اليوم ما ادري عشان التقييم ولا عشان الشهور. لا يعني كذا يعني نسيت اسوي. انا فيه في معلوم صديق؟ في معلوم انا صديق. لا اعرف حلو جدا كوري خلنا نسبح كورية. اكرم انا اعرف اتكلم جدا هذه تتكلم كوري كمان. يلا كوري انا اعرف اتكلم جدا انا اعرف اتكلم مصري. يلا قولي. عاد هنا عند الاستاذ عبد الله. يلا قولي ها. يلا قولي يلا يلا روح هنا بسرعة ترى في اقناع الحين. يلا انا بعد مصري. يلا قولي يلا جايك المويه جايك ابطال ايوه.
ادوقك احلى حلا سويته بيدي طبعا. يلا اتكلم. كلم المخرج، كلم المخرج. يلا. ازيك يا المخرج؟ سعد الله. ايه يا حلو يا عيني كده اهو. خليك يا ميرا تمارا. ايه. سعد عبد الله معانا. مسوي ايه؟ فرات تسولف معك يلا. سلمني على عيالك وعلى اهلك وهيدي زغرطه علشانهم. يلا تكلم تكلم المخرج. اهلا يا قمر. نورت فينا وشرفت فينا. ايه. صباح الفل. صباح الفل يا معلم. يلا صباح الفل يا معلم. انت صباح الفل. فول ولا هدف؟ لا هدف. طيب يعطيك العافية. شكرا لكم، خلينا نشوف. شكرا ما قصرت اليوم معانا. لا لسه ما خلصنا، خليكم جالسين. خليكم جالسين. يعني بعد في تصويت. يلا اجلسوا يعطيكم العافية. طاحت من تجيب الخنازين. انا اعرف كيف كان. عشان تضبطيها بسرعة بعدين حتى الشباب يوم تعبان. ما تعب. شايف. انا زيك. طيب يا ضبط الشباسة حلو. لا حتى في السيارة الشباسة ترى قوية. تشيل البنزة هذه. اي هذه كان نعم. انا ما ادري، انا ترى ما اسمع في شيء هنا. اعرف اتكلم جدا بعد. تعرف تتكلم جدا؟ يلا قول يلا. فهمت انت؟ خلي اذكر اي كلام هم. اليوم انا راعي اللهجات مع فرات سعود. يعني اتذكر لو احد يكلمني في الفلبين انا ما سامع ترى. خايفين تتكلمين في الفلبين كذا؟ لا والله. وريني. انا اسوي لحظه انا اسوي هذا هندي. لبين. يلا. لبين. يلا لا. والله ما اتذكر اتكلم بس كلمه واحده. يس كبر ستيسي من جده. انت تكلم كلمه واحده من جده عشان اشبك يا ابويا. ايوه ايوه خلاص. يا امي من؟ اشبك يا ابويا. ايه كده؟ لا هي مصريه. اشبك يا بويا خلينا نفرفش كده اهو. لا هاي مصري. ليه اقلب مصري؟ يلا ها صح لا حلو مصري. ها لحظه اشبك يا بويا خلينا اليوم نفرفشها كده يا اخي. ليش كده مصري؟ كده كده ممكن يعني يوم الايام كده. والحين ندق لك عيش. ايوه كمل كمل. والحين ندق لك عيش بدك تكتسح طاير فوق.